المنافس وقامت بركله وعرقلته. هنا كان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء زائد إلغاء الإنذار، طبعا لا يوجد إنذار هنا، ركلة جزاء للركل أو العرقلة بإهمال، لا يوجد إنذار على المدافع لأن مشيها. الحكم طبعا اتخذ قرار بالمدافع لأن مشيها. الحكم طبعا اتخذ قرار بالركلة حرة مباشرة زائد إنذار المهاجم، كان يجب على الفار التدخل. ما أعذر الحكم في الملعب وبلال، ممكن يخطئ الحكم في الملعب، ولكن أنت الفار وخاصة اللاعب المدافع أصيب، يعني تم تشيك الحالة تقريبا دقيقة وربع، عندك وقت يا فار لتشيك الحالة، الحالة واضحة جدا ركلة الجزاء، ولكن للأسف هذا لم يحصل. طيب سؤال، خلك في الشاشة، ارجع شوي يا استاذ شريف. سؤال، أنا استحوذت على الكورة بالصورة هذه، نعم، زين، نعم، واقتل توازني، نعم، مع المنافس، قلت كابتن انا لمست الكوره، اللاعب المغربي ما لمس الكوره نهائيا ولم يقم باي خطا، اللاعب من حق اللاعب المغربي ينافس على الكره. اوكي، هو جاء امامي، زين، لحظه انا اللاعب المغربي مد قدمه للعب الكره بدون اي خطا، حاول لعب الكره، صاد الكره ولم يصد الرجل المدافع نهائيا. تنافس كره القدم على الكره ولا لا؟ تنافس على الكره، ولكن لو حصل الاصطدام بالرجل اليسار، انت تقول ركله جزاء. اوكي بوزيت، انا اقول طبعا زي ما قال اخوي كل التسجيل، لكن مد قدمه بالشكل هذا، لو كانت القدم الثانيه انت زي ما تفضلت، لو كانت مثنية للخلف ووصل نقول زي ما قلت، لكن الآن مد القدم بالشكل هذا، لو ترجع من البداية هو من الأساس ما يستطيع لعب الكرة بأريحية بشكل واضح. شفت لمس الكرة ولا لا؟ لمس الكرة، مو شرط لمس الكرة، مو بالشكل هذا، لمس الكرة نلعبها بشكل طريقة. تمام. الآن هو مندفع بدنيا قوي، ما استطاع يتحكم ويترسك، هذا يتحمل مسؤوليته. اللاعب المنافس هل لمس الكرة؟ نفس الشيء لما مد رجله بالصورة هذه، ما كلهم الاثنين ما مسك، هذا لمس بسيط. هذا الآن أنا لو ثنى رجله الآن، أنت شو تقول بزي؟ أنا أقول ركلة جزاء والإنذار خاطئ إذا كان خلاص ركلة جزاء. نعم، والإنذار خاطئ عكسي. مفهد طبعا مبلغ ركلة جزاء، اللاعب الفرنسي سيطر وبعدين فقد السيطرة، ركز معي، في البداية سيطر لكن لما فقد السيطرة لاعب المغربي كم مشى هذه أنا تناقشت. لا لا ما عليك، كنت مسيطر. أنا أكملك مبلغ، إيه كنت مسيطر بالضبط. لا راحت سيطرة، هل راحت؟ راحت على السيطرة. طيب المهاجم طيب طيب الكرة. اسمعني ارجع شوي. إيه لاعب المغربي دقيقة ارجع. لا 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 روح لين أقول لك وقف. روح وقف. أيوة امتداد رجل بوفال لاعب المغرب بالصورة هذه، الرجل اليمنى امتداد الرجل صحيح، زين لمس الكرة، رايح للكرة، لمس الكرة. طيب بدر بلال، احنا ما انا اقول لك احنا ما نمشي على كلام اللي تقوله انت. يا اخي تبي اني اناقشك؟ خلاص كلام مقنعني. زين انت شو تقول بإهمال على المنافس؟ انت شو تقول؟ ركلة جزاء مع احترامي تبطل عين هذه، ما احترام خلاص. إيه لا بدون ازعاج. طيب ليش؟ بدون ازعاج بسبب التحكيم. إيه؟ والله العظيم طلع بسبب التحكيم. لا تحلف. طيب يا ابن الحلال صل على النبي، لو اعطى البلنتي تعال صل على النبي، خلينا نكون منطقيين، صل على النبي عاد دافع الحكام، اعوذ بالله، خلاص صل على النبي، قلنا لك صل على النبي بس دافع عنه، اهدى شوي. طيب خلاص انت جاوبت، اوكي دافع عنه بالحق. يا ابن الحلال مالك دعوه، انا رايي شيء، تبي تغير رأيي؟ غريب رأيي، رأيك غريب. أبو هادي، نعم، اللعبة الثالثة عندك. بس هذا كان حكيناها الحالة هي.